السلام عليك وعلى الشهداء الذين استشهدوا معك في كربلاء البطولة والفداء. السلام على شهدائنا الأبرار. السلام على أسرانا الصابرين خلف القضبان. السلام على الجرحى والمطاردين. السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. إن كربلاء الحسين عليه السلام هي مدرسة عظيمة تحوي أعظم الأمثلة التي يتحذى بها في الصبر على البلاء وفي رفض الظلم ومبايعة الطواغيت والمقاومة والصمود والتحدي في وجه الطواغيت الجائرين، وهي منبع كل ثائر وعنوان كل ثورة. وفي هذه الليلة، ليلة العباس عليه السلام الذي جسد كل معاني الذوبان والتضحية والفداء من أجل العقيدة والكرامة ورفض الذل والهوان، لنا في هذا الوطن الجريح الثائر رموزا وشبابا وكالحسين والعباس في جهادهم وتضحياتهم وثباتهم، ولنا حرائر كزينب صابرون في سجون الطاغية يزيد العصر حمد بن عيسى، ولنا أشبال مجاهدون لا يرهبون الجيوش الأموية كما كان الأكبر والقاسم، ولنا شيوخ الشهداء كحبيب بن مظاهر. فثورتنا تنبع من كربلاء، وفي كل يوم يجري علينا ما جرى في كربلاء، ولكن شعارنا الذي خطيناه بالدم ولن نتراجع عنه ما دام فينا عرق ينبض. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. في هذه الليلة لن ننسى أستاذنا القائد التضحوي ومفجر الثورة أبا حسين، الذي قد قرر النظام الخليفي المجرم أن يتعمد محاولة تصفيته جسديا بالموت البطيء عن طريق منع العلاج. نحذر هذا النظام بأن هذا القائد هو رمز له في قلوب أبناء الشعب، شأن عظيم، فحذرا أن يصيبه أي مكروه، لأن ذلك حتما سيكون مما لا يحمد عقابه. وأخيرا نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بالحسين والعباس وشهداء كربلاء أن ينصرنا على هذا النظام الظالم، ويفك أسرانا ويشافي مرضانا، وعلى الخصوص أستاذنا المجاهد أبا حسين. عبد الوهاب يا أبو حسين.